اليوم في تغيير بسيط بالخطط، بالعادة بنفتح صناديق وعليها رموز وغيره، أما اليوم رح ندخل سلسلة جديدة بقلب سلسلة الألغاز، وقريبا جدا رح يكون في سلسلة تانية كمان. السلسلة الأولى عبارة عن إني حل ألغاز معينة تحت وقت محدد. تاني سلسلة هي من اقتراح ناس كتير حكوني على الإنستغرام، سلسلة فكرتها بتجنن وقريبا إن شاء الله رح نبلش فيها. لكل شخص جديد، معكم إبراهيم عباس المعروف باسم فيو. فإذا التحدي اليوم لازم فك 3 ألغاز، لغز الصندوقين ولغز المدفع بأقل من ساعة. رح بلش حل الصندوق الأول، بعدين المدفع، بعدين هذا الصندوق. مكتوب تحت العقرب 30، هيدي ال 30 هي 30 دقيقة، فهي بس تتلف مرتين يعني خلص وقتي أنا. هيدي الساعة حاططها كرمالي مشان أنا أقدر أشوف الوقت. فإذا هدول على جنب، يلا منعدة 3، جاهزين؟ بسم الله. هلا هيدا الصندوق بقلبه هيدن ميكانيزم، يعني ما في ولا دليل ولا رمز يعطينا كيف بده يفتح الصندوق. شو كاتبين عليه؟ اوكي، قال لازم نحل البازل لحتى نفتح الصندوق، فإذا هذا هو الصندوق كلياته سوا. ما في ولا صوت ابدا بقلبه، وحتى عم شوف من وين ممكن يفتح الصندوق، مبين انه هيدي بتطلع لفوق لأنه طلعوا هون في حرف وهون في حرف، شكلها بتفتح هيك مثلا، بس ابدا ما في ولا شيء بدل كيف بده يفتح الصندوق. هلا رح حاول اكيد كالعادة انه خبط او اعمل شيء بيكون في مغناطيس. هي الحلول اللي بدنا نبلش نجرب اول شيء. شوفوا هيدي الفتحه بتوصل لتحت، ليش حاطين لها الفتحه ما بنعرف. شو اسمه هو الصندوق؟ اسمه بطن بانك. بانك يعني مثل اجه بنحط فيها مصاري او شيء. هون في خط وهون في خط، نعمل هالشي مشان نشوف اذا في شيء مغناطيس. هيدي ما عم تهز، ما عم تهز ابدا. لاحظوا شغله، طلعوا كانه هون مفتوحه شوي صغيره، كانه من هون بتفتح. هيدي بتودي لمشكله هالموضوع، ما عم نقدر نلاقي شيء لهلا. صار لي تقريبا حيصير لي 5 دقائق. يا جماعه عم فكر افتح الصندوق الثاني وجرب. يلا خليني اعمل هالشي، شو رايكم؟ كتير حلو شكله، نفس الشكل بس على فكرة أسرارهم مختلفين. ليك ها؟ ها؟ قدرت علي هيدي لفوق، طلعوا. قدرت عليها لفوق، إيه وبعدين؟ فكرت حتخلص دغري. هذا هو شكل الصندوق كلياته سوا مثل يلي شفناه قبل. طيب حنرجع نجربها. عليناها شوي، معقول مثلا بدنا نعليها شوي بعدين نخبط ينزل مغناطيس مثلا؟ لا. هي شكلها بتفتح بنفس الشكل. هلا حسب اللي انا شايفه هون، هون في خط كتير صغير، المفروض يبين عليكم، شفتوا هالخط هون؟ حاسس هيدي بتفتح. ليكا 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 قدرت عليها. اوه تتعلم الميلتين ولا بس؟ قدرت علي، تمام. بعدين اتنيناتهم عم بقدر اوصل لنفس الشيء اني عليهم، بس هم ما عم نعرف شو بدنا نعمل. هي ما عم تتحرك، ما عم تتحرك ابدا، يعني هيديك يمكن ها عم تتحرك شوي صغيره لما افتح، بس هيدي ابدا. صار مرق 10 دقائق ومني عامل شيء لهلا ابدا. هي مشكله كبيره. الليفل 7 انا تصورته انه يلا بمسكه بيفتح دغري. ما في معي شيء ابدا. لحظه شوي، فتحته دخيل الله، فتح الاول. طب شو هو الشيء اللي ما عم يخليه يفتح؟ كان هلا بعرف ما وقت نضيع وقت فيه، بس بدي اشوف بس كيف عم يفتح ويسكر. كيف هذا كان هيك ولا بالمقلوب؟ مفروض بالمقلوب، بس هدول كانوا معلقين جوا، كيف كان مسكر وعم يفتح الله اعلم. هلا بعدين بنشوف كيف. المهم اني خلصت اول صندوق، يلا الثاني. هي ما عم تتحرك ابدا، هي شيء بفزع على فكره. وجعوني ايدي من اللخبيط. الهيدن ميكانيزم اصعب شيء يعتبر دائما، منكم عارفين شو في جوا، بدكم تحاولوا تحلوا. بس هي صراحة هذا الصندوق بفزع لأنه هي ما عم تتحرك أبدا، ما في مبشر خير أبدا إنه هيدي مثلا بتمشي بتطلع بتنزل أبدا، بيني ثابتة جدا جدا. خليني بلش بهيدا. أوكي، هيدا مدفع كتير على فكرة شكله حلو جدا جدا.
يكون موجود بهذا الشكل. بدنا نحاول نطلع القنبلة اللي موجودة جوا المدفع. في قنبلة جوا، لشوف إذا بقدر أفرجيكم إياها. يمكن بتبين عليكم في قنبلة جوا بدنا نطلعها. هيدي بتنفك، حلو. وهيدي بتنفك. كتير منيح. فإذا في قنبلة جوا، يمكن بتقدروا تشوفوها شوي تحت هيدا القسطر اللي هون. هيدا الشيء ما عم يبرم أبدا. وهون في معلى للدوليب لشوف إذا في شيء بينفتح مثلا. هات طلعوا شو فيه، شوفوا هيدا العلامة اللي جوا، مثل المفرك يلي بنبرم فيه البرغي وبيفتح. ومبين القنبلة عليكم جوا. ما في شيء مبين إلا هدول. على فكرة كتير تقيل وكتير مرتب. طيب هيدي بتنفك مثلا بشكل معين؟ لا. هيدي بسموها قوة الطرد المركزي، بيكون في قصص معينة. شو هي؟ بعد تكوني كسرتي لي اياها. ها؟ لا هيدا عم يمشي حاله ولا الصندوق عم يمشي حاله. هيدي مثلا ها بتركب هون. شو هي؟ لحظة شوي. ليك علامة المفرك وهي علامة المفرك جوا. في شي علق. قدرت ابرمها. برمت فتحت فتحت على الاخير. اوه هيدي هي القنبلة. ما شاء الله قنبلة المدفع. باخر الفيديو بنرجع بنحكي عنهم كلهم لنشوف كل وحدة كيف كان السر تبعها. بقي لي هيدي. صار لي نص ساعة بالضبط. انا مشكلتي بس انه هيدي طالما ما عم تتحرك ما بعرف شو بدي اعمل. والله المفروض مبينة هي لازم تتحرك، اوعى تقولوا لي ملزقة أو شيء. أنا ما عم بفهم، هذا ما عم يتحرك الصندوق، نهائياً ما عم يتحرك، لسا بقي معي 20 دقيقة، قبل ما أجيب هالصندوقين قريت عنهم إنهم مختلفين جداً بالحل، فما المفروض هذا يكون خبطوا نفس الخبطة هيك. طب إذا ما المفروض ليش عم تخبطهم يا إبراهيم؟ بنجرب. لك هيدي ما عم تتحرك. يا الله تحرك. يا الله قديش صار لي ناطرها. شو هالحكي هيدا؟ قديش صار لي عم بسحبها. فاذا علينا هي فوتنا هي لجوا. طلع معنا هيدي بتتحرك. طلعوا هيدي كانه بتفتح شوي صغير. اه بتفتح مبلا من هون. حلو. ايه بعدين فاتت اكثر لجوا. صار فينا نعليها واخيرا. بسوا. واخيرا ليكم اجمل هالسر. كتير حلو على فكره. ومنفتحها كلها سوا. طلعوا من لا اختراع رهيب. هلا لنشرح اسرار الثلاثه. شوفوا ما احلى هون. الاول كان موجود بهذا الشكل. هدول الاثنين الخشبتين فايتين هون اكيد. هلا اذا بدنا نسكروا هدول الخشبتين بفوتوا بقلب هدول. واللي بيصير الخشبتين اللي موجودين جوا هون فوتناهم جوا هدول هلا. وهيدي بنسكرها هيك. سكري يا قلبي. لحظه شوي. نطفش. بتندفش هيدي قصة شوي لجوا لانه هيدي معلية. عرفتوا كيف؟ هيدي بتنزل منسكر منسكر. بدنا نفتحه نعمل هيك نطفش هي شوي منعلي هيدي منرجع هيدي على الاخير لورا ليرجعوا الخشبتين ومنعلي هي على الاخير. شي جدا رائع، شي كتير حلو. اللي بعده. اما السر تبع هيدي فجدا جدا رائع. هيدي بتبرم بالمقلوب. يا الله. هيدي القطعة من ورا المدفع وهيدي القطعة من قدام، إذا مسكتهم مع بعض اطلعوا هالسر قد إيه قوي. إذا بسكرهم على بعض شفتوا هيدي الكبيرة كلياتها سوا اطلعوا شو حيصير فيها. رح أسكرها على الأخير. وبس نسكرها شوفوا إذا ضلني إسا عم سكر عم شد بشد شوي صغيرة إسا فبتفتح القطعة الصغيرة يلي هي بتفك. وهيدي القطعة بتفك يلي بدنا نفكه. رهيبين على هالسر. إذا بدي أرجع رجعها بس بسكرها طبيعي وبضلني إسا مكفى أنا عم سكرها بترجع بتطلع القطعة الكبيرة. هلا هيدا الصندوق، يا جماعة السر هيدا الصندوق بجنن، شوفوا، في معنا شكل خشبتين جوا هيك ملزقين ببعض، وفي معنا خشبة تخينة، هدول الخشبتين بيتحركوا حسب الجاذبية، في خشبة تخينة معلقة فيهم من تحت، خشبة كبيرة شوي، وهي الخشبة التخينة مع هدول الخشبتين بهيدا الشكل بالنص معلقين بشي، لما أنا أبرم الصندوق بصيروا هدول بيبرموا، عرفتوا كيف؟ شفتوهم كيف موجودين؟ إذا بعمل هيك اطلعوا اختفوا الخشبتين، هلا هيدا الغطا لازم يتسكر على الأخير الأخير. لحتى نقدر نفتح هيدي. لما الخشبتين اللي شفتوهم طالعين لفوق هن وطالعين بيكونوا موجودين هون، فالغطا ما بيسكر على الاخير، بيسكر بس لهون. فهدول بيضلوا برا فايتين بقلب هذا المطرح اللي جوا
ما بيخلي الصندوق يفتح. هلا اذا بيسكر الصندوق، اذا حطيت الصندوق بهذا الشكل مستحيل يتسكر. تخيلوا ان الصندوق لازم يكون واقف وقف هيك لحتى يتسكر، لانه بس كون انا عامل هيك بيكون الخشبتين مختفيين. اذا عملت هيك بيرجع بيظهروا الخشبتين، شفتوهم؟ فما بيخلوني سكر الصندوق، سر رهيب جدا. فاذا بدي اوقف الصندوق بهذا الشكل اختفوا الخشبتين اللي جوا. هلا هو واقف الصندوق بدي سكر القطعه هيدي كلها تسوى لتنزل على الاخير، اطلعوا بهدول الخشبتين وين صاروا، فايتين لعند هذا الحرف، هذا هو اللي بدنا اياه. هلا بنحط هيدي هون وبندفش هيدي لجوا، وبعدين بس بنميل الصندوق شوي لحتى الخشبتين يرجعوا يطلعوا لفوق لحتى ما يخلوني سكر هي لجوا. عرفتوا كيف؟